وللحديث عن التطورات في جنين بالضفة الغربية ودلالات سحب الاحتلال لقواته منها، معنا عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ناجي الضاضة. حياكم الله دكتور ناجي. حياكم الله، أهلا بك دكتور. يعني هذه المرة الأولى منذ عام 2002 الذي تشهد فيه جنين هذه المواجهة الضخمة برا وجوا وعبر المدفعية أيضا، كيف تقيمون ما جرى وما هي أسبابه، وهل يتعلق الأمر فعلا بتسريع عملية ضم الضفة؟ ما حدث اليوم هو علامة فارقة في تطور العمل المقاوم في الضفة الغربية. هذه المرة الأولى التي يشعر فيها الجيش الإسرائيلي بأن العمل المقاوم أصبح كابحا لسهولة عملياته في اجتياح القرى والمدن في الضفة الغربية. نجاح المقاومة الفلسطينية في تصنيع عبوات ناسفة تستطيع أن تعطب آلياته المدرعة هو شيء قيمه الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية اليوم بفشل العملية في جنين. هذا لم نشهده منذ سنوات وأسابيع وأشهر ماضية. كانت هناك عمليات متعددة للجيش الإسرائيلي، اجتياح وسط النهار للمدن والقرى تحديدا جنين. كانت هناك مواجهة من قبل الفصائل المسلحة الفلسطينية، لكن كانت تتم العمليات في النهاية الإسرائيلية. اليوم الإعلام العبري كان يتحدث بشكل واضح عن طبيعة السلاح الذي تم استخدامه وهو العبوات الناسفة بوزن قدره المحللون حتى الإسرائيليون بـ40 كيلو، وكان الحديث بشكل واضح أيضا بربط ذلك بما بدأته المقاومة في قطاع غزة قبل أكثر من عقدين، إبان انتفاضة الأقصى عام 2000. هذا العمل يعني بشكل واضح أن قدرة الفصائل العمل الوطني في الضفة الغربية من الناحية العسكرية بدأت تؤتي أكلها، وكل الجهود التي بذلت والتضحيات التي قدمت أصبح اليوم لها تأثير واضح. هذا المسار ليس فيه تهويل، ولكن هو حقيقة واقعة باعتبار أن طبيعة الشعب الفلسطيني الذي يركز في مقاومته ضد الاحتلال من خلال تطوير أدواته والإبداع في هذا العمل يبدأ بسيط يعني، لكنه يصل إلى مستوى يذهل الجميع في النهاية. شهدنا صواريخ المقاومة التي انطلقت من قطاع غزة كانت في البداية بسيطة، لم يكن لديها تأثير كبير، لكنها وصلت في النهاية إلى مديات وقدرة تدميرية تصل إلى أي نقطة داخل الأراضي طيب دكتور المحتلة في فلسطين. عادة ما يعني يأتي هذا العمل المقاوم من الجنوب ومن قطاع غزة، ولكن هذه المرة جاء من الضفة الغربية ومن جنين. يعني هذا العمل المقاوم إلى أي مدى لربما يحرج الكيان الصهيوني في الداخل نفسه؟ هذا يصل به إلى مدى بدأ الحديث فيه اليوم عن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية. هذا كان مستبعدا من قبل العديد من الأجهزة الأمنية وتحديدا الجيش. يعني اليوم الحديث عن أن الشباك الإسرائيلي والمستوى السياسي في إسرائيل يدعم عملية عسكرية، وكما تفضلتم سموتريتش وبن كفير وآخرين يتحدثوا بشكل واضح عن ضرورة الذهاب إلى عملية واسعة. طبعا الاحتلال منذ عدة أشهر يحاول أن يتجنب حدوث ذلك، لأن كلفة أي عملية عسكرية واسعة هي كلفة كبيرة من الناحية السياسية ومن الناحية أيضا الأمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي. الكل يدرك أن أي عمل واسع هو خارج سياق الاستراتيجية الإسرائيلية في الضفة الغربية. كان الجيش الإسرائيلي يتعامل بأسلوب العمليات الجراحية، وكانت بالنسبة للاحتلال
منجزة، بمعنى أن الاحتلال يدخل على أي مكان في أي وقت في الضفة الغربية، أي قرية أي مدينة أي حي، وشهدنا ذلك إما باستخدام الوحدات الخاصة وإما باستخدام وحدات المستعربين وكذلك القوات الإسرائيلية في وضح النهار. كان ذلك بأقل كلفة ممكن. اليوم ولكن الحديث عن الأوضاع كلفة السياسية مهددة الداخلية لدى الكيان الآن هل تسمح له بتنفيذ مثل هذه العملية؟ الاحتلال بالنسبة له إذا شعر بتهديد أمني حقيقي وأن هناك هيبة للجيش الإسرائيلي تم كسرها وأن خياراته في الضفة الغربية بدأت تأخذ منحى مرتبط بتصاعد العمل المقاوم في تقدير حساباته تبدأ مختلفة، ويضطر الجميع، يعني معلوم بالمناسبة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي أنه عندما يكون اليمين في الحكم فإن الذهاب إلى أي عملية عسكرية هو أسهل من أي شكل آخر، لأنه لا يمكننا أن نتحدث اليوم أن هناك أقصى اليسار في المعارضة، الموجودون في المعارضة أيضا هم من اليمين، يعني لو كان نفتالي بنت ولو كان لبيد هذا الجنرال وآخرين موجودين في الحكم لقاموا بعمليات مشابهة، لأنه في النهاية ليس القرار هو قرار مرتبط بالمستوى السياسي فقط بقدر ما هو مرتبط بالجيش. بالمناسبة اليوم الحديث أن الجيش هو الذي يعارض الذهاب إلى عملية عسكرية واسعة، لأنه يدرك أن عملية واسعة يعني تعاطف كبير مع الفعل المقاوم، وأن الاحتلال سيضطر إلى تغيير استراتيجيته من خلال تجاوز فكرة عمليات جراحية تصيب من يقاوم الاحتلال. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والجيش كان دائما يركز على أن الاحتلال يقوم بعمل حتى وإن كان عنيفا من وجهة نظرهم، اغتيال أو اعتقال أو هدم بيوت ضد فقط من يقاوم الاحتلال، هذه كانت استراتيجية طيب الضفة الغربية. الجيش يعارض لا يذهب إلى استخدام الطائرات والدبابات المدرعة، لاحظوا كان يستخدم آليات تستخدم عجلات، اليوم هذه شهدناها عبر الفشل في عملية جنين اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي أنه تم تحييدها من الاستخدام. سيضطر الجيش وكما اضطر اليوم وكما كان يفعل مع قطاع غزة سابقا في البدايات باستخدام المجنزرات واستخدام الدبابات المصفحة من كل الاتجاهات، لأنه في عبوات ناسفة اليوم لم يكن هذا موجود أبدا في الأسابيع والأشهر الماضية. طيب برأيك وسريعا لو سمحت لي دكتور ناجي، ما رأيك بأداء السلطة الفلسطينية؟ أين هي بكل ما يجري الآن؟ المشكلة أن السلطة حتى في هذا اليوم لم تقف عن أداء دورها الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم كانت تمارس الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وتقوم ذلك بكل وحشية على طول وعرض المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وتركز على فئة الشباب. هذه الفئة هي الفئة التي تقاوم الاحتلال، هذه الفئة اليوم التي أصبح لديها قناعة ولديها فعل بأن كل خيارات السلطة وخيارات وهم التعايش مع الاحتلال أو فكرة أن الاحتلال لا يضر الجميع فكرة لم تعد تقنع هؤلاء الشباب. شكرا جزيلا لك. هؤلاء اليوم ينخرطوا في العمل المقاوم المباشر ضد الاحتلال بشكل مسلح وليس فقط شعبي. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ناجي الضاضة، شكرا جزيلا لك.